هدية توأم روحي؟ تليفون ولا ساعة؟ تليفون طبعاً. في ايه يا ماما؟ هدية توأم روحي جد؟ جد بجد؟ ده تزلينا بالهدية اللي جبتها ولا ايه؟ ما خلاص عرفنا. انا ماشي عشان اتأخرت. ييه مين حقي؟ في ايه يا جنى؟ النتيجة طلعت والكل درجاته وحشة وانت شلتي مادة. ايه؟ مين اللي بيبعت رسالة دلوقتي؟ هو عارف ان انا زعلانة ازاي؟ انا عطشانة قوي، لو سمحت ممكن المية دي؟ اكيد. شكرا. هو ازاي بيعرف كل حاجة؟ جدا احنا لازم نمشي من هنا بسرعة. يلا ماما. هو ازاي توأم راحي ده بيعرف كل حاجة؟ ايه ازاي؟ ممكن يكون من التليفون اللي جابهولك. صح، ممكن يكون بيلاقيني عن طريق التليفون ده. انا اروح اخبريه بسرعة. مفكرني غبية ومش عارف ان هو بيراقبني. ارتحت منه. اما استعد لعي من الجنة. يا ماما ماما، خبيت التليفون ولسه بيعرف انا بعمل ايه برضو. ايه؟ انا لازم اشوف له حال. انا اروح اكلم السيست. معاكي حق، احنا كمان لازم نعرف هو بيعمل ايه. خلاص الموضوع هيتحل في 5 دقايق. اعرف هو بيعمل ايه بالرسم؟ احنا لسه هنرسم. مش مهم، المهم تعرفي هو بيعمل ايه. موافقة. ماما ظهر لي سمكة. واخيرا عرفتي ايه؟ سمكة؟ بس يا ترى ده بيصطادها ولا بياكلها؟ هنعرف دلوقتي. هوريك. كفاية يا بنتي، ده كده هيموت. يستاهل، بعد كل اللي عمله فيا ده انا هخليه يموت دلوقتي. الحقي يا ماما، توأم روحي شكله مش مبسوط ابدا. ما هو اكيد بسبب اللي انت عملتيه فيه. كان لازم انتقم. ده عنوانه يا ماما. اخيرا، شوفيه بسرعة. ايه ده؟ انا عارف العنوان ده. ده عنوان جنى صاحبتي. ايه؟ وهتعملي ايه دلوقتي؟ انا لازم اروح دلوقتي. كده يا جنى، وانا اللي كنت بفكركي صاحبتي؟ بصراحة أنا آسفة إن أنا ما قلتلكيش على الحقيقة من الأول، بس توأم روحك يبقى أخويا وهو اللي طلب مني كده. أخوكي؟ أنت لسه زعلانة مني؟ صدقيني أنا كنت هقولك. وما تعمليش نفسك ملاك، ده أنت حطيتي لأخويا شطة لحد ما كان هيموت.